نحاول نرجع شاد نقول لك البرنامج بطبيعة الحال كيحافظ على الهوية ديالو، ولكن كنراعيو بأنه كاين مجموعة ديال التغيرات في شنو كيطلبوا الناس. دونك أنا كنسمع كنشوف كنقرا التعليقات، كنسمع الأصدقاء، كنسمع الزملاء، غادي نحاول ندخل بعض ما نقول لكش الجديد، ولكن نراعي الجمهور اشنو 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 رجع باغي، مع العلم وهذا يمكن الاكراه اللي كاين هو هاد يمكن واش نوع البرامج رجع مستهلك شي شويه. انا ما باغيش نطيح في نرجع مستهلك او نرجع في الابتذال او نرجع في شي حاجه اللي عند كل شيء. كيعجبني الستيل ديال الرمضاني، بقى هو الستيل ديال الرمضاني، وما كيعجبنيش ندير الزحام ونزاحم. هو انا ما كنعرفش نعوم، فما بالك نركب على الموجه؟ والله ما كنعرف نعوم، فبالتالي لا، هذا القضيه ديال الركوب على الموجه ما عنديش نهائيا. انا كنحاول نكون اجور، ولكن كيف قلت لك في جوابا على السؤال الاول، النوع ديال البرامج اللي ربما كتعتمد على شويه ديال الاستفزاز اكثر. انا كنشوفوا عدد كبير في منابر متعدده، وبطبعي انا ما كنبغيش ندير الزحام. اما قضيه الركوب على الامواج، والله العظيم بصدق ما عنديش هذا الهدف. ممكن كتجي ولا يفهم عند البعض انه ركوب على الامواج، ولكن لا، يمكن كتكون حاله جوج ثلاثه، وهذا حق مشروع بعض المرات انك تمشي مع لاكتواليتي شنو فيها، ولكن ماشي بالغرض ديال الركوب على الموج، لانه الا بغيت نركب على الموجه كاين بزاف ديال الامور ممكن نديرها وكنتفادى انني نديرها. ما عنديش الهدف ديال الطوندونس، وما عمر كان هاجس ديالي. ما ننساوش بانه في قفصل تيام برنامج اذاعي، يعني بالدرجه الاولى الجمهور ديال الاذاعه هو اللي كاين. اما على اليوتيوب وعلى الطوندونس وعلى لي فيو والامور كل هذاك افضل كيما كيسميوه، يعني عندي غير باح. هذيك مساله يمكن ذاتيه كتحقق لك واحد الانتعاشه ذاتيه وصافي، حضورك في واحد يمكن فضاء اخر. اما كيف ما قلت لك، الاصل هو الاذاعه، الاصل هو الجمهور ديال الاذاعه، والحمد لله ماشي كنقيس نجاح البرنامج ولا انتشاره بالطوندونس ولا ماشي بالطوندونس. هذاك الجمهور هو اللي كيحكم، كيعطي النقاط للبعض وما كيعطيهمش النقاط للبعض الاخر، ولكن تميز البرنامج هو في تنوعه. ما شحال جاب المعدل وداك الشيء ماشي هاجس كبير عندي.